وكما عودكم إعلام وزارة الدفاع أن يضعكم في صورتي دائما. مشاهدينا الكرام، ترافقوننا في هذه الجولة والتي ستشاهدون من خلالها تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدينا الكرام، تابعونا والتفاصيل. التشكيلات والفرق التي وصلت من ايام من يوم 1 محرم لحد هذه اللحظه كانت تكفي لتطبيق الخطه بالكامل. حاليا سرايا التموين النقل قاعد اشوف عشرات سرايا التموين النقل بالمئات تنقل زوار الامام حسين عليه السلام من كربلاء الى خارج كربلاء. انتشار فرقة العباس القتالية ضمن المحاور الثلاثة، والمحور الأول محور بغداد، والمحور الثاني محور بابل، والمحور الثالث محور النجف. يكون على هذه المحاور التفتيش الزائرين السابلة إلى مدينة الإمام الحسين عن طريق السيطرات الرئيسية. انتشار قطعاتنا ضمن المحاور الثلاثة 24 مدرعة ضمن المحاور الثلاثة. كذلك عندنا بخصوص تنظيم قطاعاتنا الأمنية والتنسيق العالي مع قيادة عمليات كربلاء لغرض إنجاح الخطة الأمنية. أود هنا أن أقدم شكري وتقديري لكافة الأجهزة الأمنية التي بذلت الغالي والنفيس في حفظ عراق الحسين والمقدسات، كما ساهمت وبشكل فعال ومؤثر وإيجابي بانسيابية الزيارة وحفظ أمن الزائرين وسلامة وصولهم. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في خدمة عراق الحسين عليه السلام. بالنسبة للجيش، هم اللي جاي يقومون بالخدمات مع الزوار، يعني جاي يخدمون الزوار بأحلى صورة، زين، وما مقصرين الناس يعني، ومشكورة جهودهم على هاي المبادرة الجيدة. بالنسبة للدفاع والقوات الأمنية يعني ما مقصرين، وجاي يخدمون الزوار بخدمة صحيحة، زين، وقائمين بواجباتهم على أحسن استعداد. جهود استثنائية لقطاعات الجيش العراقي المختلفة أثمرت على إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، رغم الحشود المليونية الغير متوقعة والتحديات الأمنية المختلفة. كرار الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.